الرحيم. السلام عليكم، معكم أخوكم رمح وجدي في درس جديد في دورة تصميم مواقع الإنترنت في الجزء إن شاء الله بتاع الـ CSS. يعني أنا أعتقد انتهينا الجزء بتاع الـ HTML، فالجزء حاليا هو زي ما عارفين بتاع الـ CSS. طيب الدرس ده إن شاء الله هنتعرف فيه على كيف أنا أعمل لي يعني مثلا مربع وصندوق بتاع نص أو احتباس أو كذا في الصفحة بتاعتي، كيف اعمل البوردر بتاعه وكذا. الحاجات دي عرفناها بس حتكون في مثال واحد ان شاء الله، وكيف تاني يعني نوعين صندوقين، والنوع الثالث انا كيف اقدر استخدم ايقونات في الموقع بتاعي وانزل الايقونات زي ما بنشوف يعني في الشرايط بتاع الاوامر والنافيجيشن بار في المواقع كلها باشكال وايقونات حنتعرف عليها. طيب نبدا مباشره. طيب اول حاجه عندنا الصفحه دي جاهزه و يعني فاضي هنا، يعني الاستراكشر بتاع الاتش تي ام ال الناس كلها عارفه. انا ممكن استخدم الملف الخارجي بتاع ال سي اس اس وممكن اكتب هنا مباشره جوا يعني. فلنفترض اذا عايز اكتب مباشره جوا عرفنا انك انت تستخدم الستايل تاج. طيب بين الستايل تاج اي حاجه تكتبها دي اللي هي تابعه للسي اس اس. طيب عندنا هنا انا عايز اعمل هيدر 1 اول حاجه، تمام. في الهيدر 1 ده اكتب مثلا سودان، تمام. اقفل الهيدر 1. حاجة تانية افتح هنا مثلا ده كله يوديف، انا الكلام ده كله هعمله يوديف، تمام. هقفل الديف بتاعي. عندي الهيدر، تاني عندي مثلا الباراجراف. في الباراجراف انا مثلا بكتب اي حاجة كانت، اي نص انت ممكن تجيب نص بعجبك او كده ما اختلاف. فلنفترض هنا عندي مثلا نص شريف او رابط في الحتة دي مثلا، هنا أقول أي حاجة يعني أقول خليه فاضي، تمام. أكتب فيه هنا دي مثلا جوجل، ولا مثلا أور ويب سايت بالشكل ده. طيب كنترول اس لما أجي هنا أنفذ الصفحة بتاعتي، شوف بتظهر معاي بالطريقة دي زي ما شايفين، لكن ما بتنسغ لسه. طيب حاجة هنا في الستايل، أول حاجة حاجي اعمل بالنسبه للاول ده هعمل الديف كله، تمام. هعمل له بوردر وكذا. حاجي اقول للديف الديف، تمام. هنا ده الضبط بتاع الديف. يعني الديف هقوم اقول له مثلا الويت بتاعه او العرض بتاعه مثلا نقول قلت له 300 بيكسل، تمام. تاني بيجي عندي البوردر، قول البوردر عملته 25 بيكسل والنوع سوليد واللون مثلا جراي، تمام بالشكل ده، او مثلا نقول جرين. طيب تاني عندنا البادنج، والبادنج اتفقنا ان البعد بتاع النص من الداخل، يعني نقول مثلا 25 بيكسل كله. لما اكتب بادنج بتشمل يمين شمال فوق تحت، وكمان لما اكتب مارجنج، مارجنج ساي بتشمل البعد عليهم الكل والشمال اللي يفتح كده. طيب بالنسبة لده هنا عندنا النوع السوليد ده اللي هو، خلينا نعمل كنترول اس ووريهم لك كيف. شايف معاي؟ حيجي معاي بالشكل ده، حيجي معاي بالشكل اللي انا شايفه ده. السوليد ده اللي هو يعني زي خط ما يعني متصل ما متقطع. يعني اذا انا كتبته داشت وعملت كنترول اس وجيت عملت ريفريش، لاحظ معاي حيكون متقطع بالشكل ده. فانت هنا النوع بتاع الخط انت بتختار النوع بتاع البوردر شنو اللي هو. عندنا زي 8 او 9 انواع، معظم الناس بتشتغل بالسوليد انت ولا التصميم بتاعك. في الدوتيت يعني شكل ده، هسه ده شفته شكل داشت، داره شكل نقاط دوتيت كنترول اس، لما نجي حيكون شكل نقاط دوائر سواك بالشكل ده. فانت ممكن تعمل بالطريقه الدائره بس، دي الانواع ان شاء الله بتاعت البوردر، السولد والدوتد والداشد والدبل والاوتسيت. فتختار النوع الدائري، لو في زول عنده مشكله في الانواع دي ممكن يخط على التعليق ان شاء الله. طيب حاجه ثانيه عندي في الداخل هنا، ثاني عندي الباراجراف، الباراجراف اللي هو البي. طيب واللي هو ده النص ده، تمام. اللي هو ده النص ده عايز اعدل على النص ده. اول حاجه انا في النص ده عايز اعمل شنو؟ فلنفترض داير عمل الفونت سايز مثلا 14 بي تي اللي هو بوينت، هعمل كنترول اس يعمل ريفريش، لاحظ هيكبر معايا. هقوم اجي اقول يا اخي مثلا بعد ده اعمل تكست لاين دايره في السنتر،
بالشكل ده هيقوم يجيني في السنتر. اذا ما داري في السنتر عايز اعمله مثلا يكون متساوي، هقول له جاستيفايد. جاستيفايد يعني مساوي، يعني الصفوف دي كلها تكون متساوية مع بعض، الكلام متنسق زي ما هنشوف. بس شايف هيكون متنسق معايا بالطريقة دي. تاني عندك يعني مثلا اذا انا مسحت هنا عملت كنترول اس، جيت عملت ريفريش، شايف معايا بدأت تعدل كده. اللهم على حسب النص بتاعك التكست، الاقي مثلا عملت جاستيفاي. مثلا بديت اعمل الفونت فاميلي، اللي هو فونت فاميلي يعني نوع الخط، يعني في انواع خطوط كثيره انت ممكن تكون منزل من النت. انا اخترت الاريال ده، هيتغير بس نوع الخط هنا بالشكل ده. حاجه مثلا عندي هنا ال H1، ال H1 مثلا بقول له مثلا الفونت سايز اديه لي مثلا 20 بي تي، مثلا الكلر مثلا بلو او ازرق مثلا بالشكل ده. التكست لاين سنتر، وبالطريقه دي هيقوم يجي معاي في الوسط. دي الطريقه يعني اللي انا بقدر اعمل بها، يعني اذا كنت عايز اعمل اطار. يعني هسه عندي زايد هنا من الحد، ممكن تجي تزيد هنا في الحد بتاع مثلا تعمل 380 بكسل كنترول اس، وده ذاته ممكن تبقيه في وسط الصفحة. يعني مثلا هنا تيجي هنا تقول له مثلا تقول له ممكن تقول له بأي طريقة، يعني مثلا زي الديف ده تقول له الماركينج ليفت مثلا، بتمشي لي من الشمال 90 بكسل بالطريقة دي. هعمل ريفريش يقوم بيجيني بالطريقة دي، ممكن اعملها اكثر واكثر على حسب الضبط اللي انا عايزه. فده كيف تستخدم الماركينج والبادنج عشان تعمل النص والضبط بتاعك ان شاء الله. طيب اعتقد على كده واضح، يعني في كذا ستايلات. يعني اذا انت مثلا ما عايز الاخضر ده يكون ظاهر، يعني بس بتمسح هنا البوردر كنترول اس وبتبتدي تعمل ريفريش، هيختفي معاك، هيكون بس في الابيض، بس بتغير الباك جراوند كلر او دائما لو بتخلي، فحسب التصميم بتاعك. ده بالنسبه لل كيف تعمل مربع بتاع نص، او يعني اختباس الموقع بتاعك اذا عايز تعمل ديزاين. طيب الحاجه الثانيه عندي اللي هي كيف، الحاجة الثانية عندي أنا كيف زي ما بقول داير أعمل أيقونات، داير أضيف أيقونات بتاعي. ده الجزء المهم إن شاء الله في الدرس. يعني إذا أنا عايز أضيف أيقونات للموقع بتاعي، يعني مثلا فلنفترض أنا عندي هنا فلنفترض عندي أي مثلا قول عندي ديف، تمام. في الديف ده هنا عندي مثلا عندي مثلا كونتاكت، تمام. تقول عندي كونتاكت، لما انا اعمل ريفريش عادي بتكون ظاهره معايا. يعني انت ممكن تعمل لها سيتنج من هنا، تكتب ستايل او ممكن تكتبها في الملف البرة، فكله سي اس اس، ما تفرق انت وشغلك. حاجه اعدل مثلا على الديف، حاجه اقول له هنا مثلا الفونت سايز اعمله لي مثلا 20 بي تي، تمام. وعلى كده اعمل ريفريش مثلا عايزه قول 40، يعني بس عشان المثال يكون واضح. فلنفترض يعني داير اخد جنبها ايقونه هنا وعلامه. طيب عشان انا اعمل الحاجه دي، يعني انا لازم انزل ايقونات. عشان انا انزل ايقونات انا شخصيا بتعامل مع موقع، يعني بتعامل مع موقع اسمه فونت اوسم. طيب موقع اسمه فونت اوسم، فونت اوسم ده اول ما تجي عليه وكده يعني بيقوم بتبحث في جوجل بيجيب لك الخيارات. اول خيار عندك هنا بتفتح الفونت اوسم ايكون، فبيقوم بيجيب لك الموقع بتاعه، بيعرض لك الايقونات بتاعته مباشره. اما نقطتنا نحن كيف تقدر تضيف الايقونه للموقع بتاعك، انت ممكن تنزلها في السيرفر بتاعك او في الجهاز بتاعك وتربطها مباشره، ممكن تستخدم السيرفر بتاعه يعني تربط منهم مباشره، تربط منهم مباشره، ممكن تربط منهم مباشره. فنحن هسه هنتعرف عليها عشان انت تنزلها وتربطها في الجهاز بتاعك سهله جدا يعني، بس هنا حتى تكتب اللينك وتكتب مكان الملف نزلته وين، اما من عندهم بتنسخ. طيب هذه الايقونات اللي عندهم، فما علينا، بس نمشي لجيت ستارتد هنا مباشرة. لما نمشي لجيت ستارتد فبيقوم بيجيب لي كلام كثير بيشرح لي وكذا. احنا بنلاحظ انا عايز اربط مباشرة، يعني لازم، ما هو انت اصلا موقعك ده بعدين انت لما ترفعه حيكون وين؟ حيكون في الانترنت، صح؟ يعني الزول لما يصل موقعك اللي انت صممته ده لازم يكون متصل بالانترنت. فانت اذا نسخت الرابط ده، يعني هسه انا اذا نسخت الرابط ده وخدته وقفلت الانترنت ما حيشتغل معي، ما حتيجي معي الايقونات. ليه؟ لان انا في النهايه الهدف بتاعي ويب سايت، يعني حيكون الزول الخش متصل بالانترنت. انا لو تدعم نفسك وتنزلها ممكن باختصار تيجي هنا للرابط بتاعهم ده وتنسخ، تدوس هنا كوبي كوبي كود بالطريقه دي، وتيجي هنا بالهيد بتاعك
تعمل كنترول في، شايف بديك الرابط ده، اللي هو الرابط ده يعني عادي كلنا نعرف الرابط بتاع الربط بين السي اس اس، بس هنا ربطت بال اتش ريف، يعني بدل ربط بموقع اتش تي تي بي، الموقع بتاعه يعني الملف بتاعه. يعني هسه انا اذا شلت الموقع بتاعه ده بالطريقه دي، عملت له كوبي، حالقى انه ده ملف بس خاتينه ليه على الانترنت، هيجيب لي النص الجواب، هيقوم يجيب لي النص الجواب بالشكل ده، شايف؟ يعني دي كلها اكواد بتاع سي اس اس، يعني انت ممكن بدل تلعب ده كله تعمل لك كده من هنا كنترول اي، وتعمل ملف براك تعمل له كنترول في، وتكتب اسم الملف تربطه بطريقه عاديه جدا، بس ما خسران حاجه. احنا هسه نسخناه، طيب نسخناه هنا عملنا كنترول اس، توجد للصفحه بتاعتك اصلا ما حصلت حاجه، لانه انا عملت لينك بس، بس تحميل زايد حاجه ياخذ زمن شويه لانه في السيرفر بيحمل من السيرفر بتاعه. طيب حاجه للايكونز هنا، حاجه للايكونز بالطريقه دي، لما اضغط على الايكونز مثلا شغال كونتاكت، ممكن انت في عندهم الاف والاف الايقونات انت ممكن تستخدمها، يعني ما فارقه، يعني هسه احنا هتشيل اي ايقونه قدامك على اساس الكونتاكت. مثلا عايز اشيل الايقون دي، ما عارف مع النت، الانترنت ضعيف شويه تقريبا، مثلا عايز اشيل الايقون دي، طيب خلينا نستخدمه في الفايرفوكس احسن، الجوجل كروم نفس الموقع بس غيرت المتصفح، جوه المتصفح فيه حاجة مشكلة وكده، أو شكل الموقع فيه يعني يمكن على الزوار أو كده. يا رب إيه، بقول ضغطت على أي واحدة بس عشان شبكة، اوكي فتح هنا. طيب هضغط على دي مثلا، انا عايز شكل الايقونه، في ايقونات كثير ممكن تحضر عليه او تشاهده وتشوف اللي بتنفع معك، مثلا انا اخترت هسه الايقونه دي، يعني هو بيديك الكود جاهز، انت ممكن تحفظني، ما هي ما صعبه، كونتاكت يعني كونتاكت يعني داير كوره فوتبول كده، فبس عندها طريقه محدده، اخلي الكود نجيبه ان شاء الله ونتعرف على. طيب بيديك لها بالشكل، انت بتختار اللون الشكل اللي عايزه، فلنفترض اي لون، بس بيدي هنا بتنسخ، بتعمل الكود ده كوبي وبتجي للملف بتاعك، تمام. هنا انا جوا الديف، وين هنا في الكونتاكت مثلا عايز اخدها، هنا داخل الديف، بس الصق هنا في المكان ده. طيب في الحته دي انا هسي لما اجي للصفحه بتاعتي، لاحظ معي بيحصل شنو، لما اعمل ريفريش شايف بلقى ضاف لي الايقونه دي، وممكن كمان انا اضيف يعني مثلا اعمل كنترول سي يعني مثلا، واعمل سطر جديد، سطر جديد والصق دي كده مثلا، جيت عملت ريفريش بيجيب لي واحده ثانيه. اذا عايز انا شكل ثاني، يعني مثلا نقول انا عايز شكل ثاني، مثلا كنت عايز شكل ثاني، فلنفترض شكل غير ده مره واحده، اذا برضه النت بطيح هنخليه. طيب بس يعني بتغير الاسم هنا ده، يعني مثلا هنا يعني مثلا بتقول لي بدل دي مثلا انا اعتقد بيكون في شنو مثلا بن، نجرب غايته، انا ما حافظهم كده بالضبط، لكن مثلا ادريس، بس ادريس، عمل ريفريش مثلا، عندك تاني مثلا، طيب خلال البوك ذاته، يعني هي في اشكال كثيره انت ممكن تصلها من هنا. طيب ايوه هنا فتح، يعني مثلا انا عايز الشكل مثلا بتاع الايفون ده، بتضغط عليه يعني بتشوف انت ممكن مع الزمن بتحفظ اسماء الايقونات دي بطريقه سهله جدا، يعني مثلا زي ده بتبتدي تعمل له كوبي، بس بدل ده بتحطه هنا بتلصقه، يعني شايف هنا يعني الاسم بس اتغير في ابل كده، يعني انت ممكن بدل تحفظه بالطريقه اللي تستخدمها تعمل ريفريش، فان شاء الله بتظهر معاك هنا، شايف؟ فبالطريقه دي انت ممكن تستخدم الايقونات بالسي اس اس واسم الموقع فونت اوسم، يعني تمشي لجوجل بتكتب فونت اوسم دوت كوم، او ممكن مباشره تكتب فونت اوسم دوت كوم فبيفتح لك، وبتمشي للجيت ستارت بتنسخ الرابط او تنسخ الملف، الكودات اللي الملف تاخدها في ملف خاص بك وتستخدمها عادي جدا. وده كان كل اللي بخص الدرس، وجزاكم الله خير.